سالي انكور، دلوقتي هناخد درس مهم جدا وهي لي زاكتيفيتي كوتيديان، لي زاكتيفيتي كوتيديان، الحاجات اللي بنعملها كل يوم. هي افعال مهمه جدا، احنا هناخد نحاول نتناولها كجمل عشان تسهل الحفظ عليكم وتساعدكم في تعلم الكلام. طبعا عشان اقول اتكلم عن نفسي او يومي بحتاج اللي هي المرفقات للجمله، ازاي ابتديها، وهي لي بارتي بتاعه اليوم معانا. دونك زي ما انتم شايفين لي بارتي دو لا جورني، اجزاء اليوم، لو ماتان، لو ماتان الصبح. فبقول باغ اكزومبل لو ماتان جو مي ليف ا 8 اور، لو ماتان جو مي ليف ا 8 اور، الصبح استيقظ الساعه 8. لو ميدي، لو ميدي الظهر، بقول اميدي جو مانج، اميدي جو مانج الظهر، اكل. لابخي ميدي، لابخي ميدي بعد الظهر، لابخي ميدي جو في مي ديفوار، لابخي ميدي جو في مي ديفوار بعد الظهر اعمل واجباتي. لو سوار، لو سوار المساء، لو سوار جودين، لو سوار جدين المساء اتعشى. لو مينوي، لو مينوي، لو مينوي جو دور، لو مينوي جو دور منتصف الليل انام. يبقى دي جمل بسيطه جدا، بس خليكم معايا بعد ما نخلص البارتي ده هناخد اون ديتاي كل لي زاكسيون اللي بتحصل في اليوم كلها. دونك دي بس امثله. طيب اما اجي اكتب الباراجراف بحتاج اعمل يعني ما انقل من اكسيون لاكسيون او ازاي ابتدي، محتاج حروف كلمات ربط الباراجراف عشان يبقى متناسق. دونك عندنا الكلمات دي مهمه جدا، يا ريت تحفظوها. عندي دابور، ببتدي الباراجراف بتاعي بدابور، دابور بداية، انسويت وابخي نفس المعنى اللي هي بعدين، ان بو ابخي، ان بو ابخي وبعد قليل، اون دومي اور ابخي، اون دومي اور ابخي بعد نص ساعة، بوندون لو ماتان، بوندون لو ماتان خلال الصباح، واقول بوندون لو سوار خلال المساء. بعدين عندي بلو تار، بلو تار بعدين، الوغ اذن، اذن نورمالمون دابيتود، نورمالمون دابيتود في العادة، عادة. بور فينير لأنهي، فينالمون نهاية، فينالمون في النهاية أو نهاية. دونك الكلمات دي مهمة جدا عشان أكتب باراجراف أو أكتب أي شيء بعيد عن أون فراز، عن جملة، بحتاج الكلمات دي اللي هي وسائل ربط أو في اللغة، في اللغة الفرنسية. دونك إحنا خدنا البارتي دو لا جورني، قسمنا اليوم، وإيه هي إكزومبل كل فراز بعملها في وقت من أوقات اليوم، والكلمات اللي أنا محتاجها عشان أكتب باراجراف. دونك دلوقتي هنشوف حاجة مهمة جدا وهي أفعال بتحصل كل يوم، وهي ياريت تحفظوها اللي عايز يعلي مستواه. هو ده الفيديو ده خصيصا لكم، هيفيدكم كتير جدا. هنبتدي مع بعض les actions quotidiennes أو les verbes اللي احنا بنعملها كل يوم. عندي se réveiller، se réveiller يستيقظ، se lever، se lever ينهض، s'habiller، سابيي يرتدي الملابس، سو دوشي، سو دوشي ياخذ دوش، بروندر اون دوش، بروندر اون دوش نفس المعنى، سو لافي، سو لافي نفس المعنى يغتسل، سو غازي، سو غازي يعني يحلق، بالنسبه للرجل يحلق المستاش او باربر، سو كوافي، سو كوافي يعني يسرح شعره، او بقول سو بروسي لي شوفو، سو بروسي لي شوفو برضو يسرح شعر، سو بروسي لي دون، سو بروسي لي دون يعني يغسل الاسنان، سو بني، سو بني برضو بيسرح شعر، سو ماكي، سو ماكي يعني بالنسبة للفتاة أو السيدة بتحط مكياج، prendre le petit déjeuner، prendre le petit déjeuner يتناول الفطار، écouter la radio، écouter la radio يستمع للراديو، أو écouter de la musique، écouter de la musique يستمع للموسيقى، regarder la télé هي اختصار كلمة تلفزيون، بيتكلم زي الإنجليش، regarder la télé، regarder la télé يشاهد التلفاز، أو lire le journal، lire le journal يقرأ الجريدة،
Sortir de la maison, yakhruj min al-manzil, aller au lycée à pied, aller au lycée à pied, yadhhab ila al-thanawiyya mashyan ala al-aqdam, ou en vélo, ou en bus, ou en voiture. Vélo yani agala, bus, bus, voiture, sayara. Discuter avec les amis, yatahawar ma al-asdiqa, manger un sandwich, yatanawal sandwich, rentrer chez moi, aoud il a baiti, manger le déjeuner, tanawul al-ghada, faire la sieste, yakhud qailoula, faire le devoir, yamel al-wajibat, faire les tâches ménagères, yani, بالنسبه للسيدات للأسف تنظيف يعني حنبقى ناخد درس ده خاص لتاش ميناجير بكل الديتاي بتاعه ايدي مامير او مون بير مساعدة امي وابي faire les courses ou les achats اللي هي faire shopping اني بعمل بشتري مشتريات jouer du piano ou de la guitare اعزف على البيانو او الجيتار faire du sport يلعب رياضة faire une promenade يتنزه dîner يتعشى se déshabiller يعني يشيل هدومه se démaquiller بالنسبة للسيدة بتمسح وشها من المكياج se coucher أو aller au lit أو s'endormir كلها نفس المعنى اللي هي يخلد للنوم دونك هي دي الفيرب أو لزاكسيون كوتيديان مهمة جدا مهمة جدا مهمة جدا يبقى لو تحفظتوها صدقوني هتبقى من السهولة جدا انكم تتكلموا وتحكوا اللي بيحصل لكم ابتدوا اول شيء بالبريزون وبعد كده هنتعلم يوم الجمعة القادمة بحول الله فيتور بروش المستقبل القريب ازاي ان احنا نصرف لفيرب في فيتور بروش وطبعا اللي مش عارف تصريف برومي جروب يرجع على القناة في تصريف البرومي جروب وبريزون دونك هي دي افعال مش متصرفة بصرفها حسب السوجي اللي انا عايزاه دونك اتمنى ان الفيديو يكون فاتكو وطبعا ما ننساش الشير واللايك يا جماعة شير 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 المشاركات ضعيفة جدا للفيديوهات فياريت عشان نستمر مع بعض طلب صغير مني ليكو شيروا الفيديوهات عشان القناة تكبر بيكو بحول الله واشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم قريب جدا au revoir